والله بالنسبة لهالفترة صار تحسن بالأسعار، يعني نزول بالذهب مع نزول الدولار. الفترة السابقة من حوالي تقريبا شهرين لا كان صعود، وصل سعر الغرام 93 ألف، والحان تقريبا نزل 10 آلاف كل غرام. اليوم نبيع الغرام الخليجي ب83 ألف، فالحمد لله استقرار مع نزول الدولار، ونطمح أنه بعد ينزل الدولار على مود حتى انه اسعار الذهب تنزل ويصير اقبال على شراء الذهب، ونطمح انه بعد ينزل يصير اقبال الشباب على الزواج نعم. حركه بالسوق صارت لا الحمد لله مع النزول بدت، لان تعرف اغلب الناس وقت تصعد الذهب قامت تبيع الذهب مالتها وتنتظر، فهسه مع هذا النزول قام اقبال الحمد لله على شراء الذهب، وموسم احنا خلف رمضان ان شاء الله تبدي الزواجات تعرف بالموصل وهاي الامور، ونطمح انه نزول ان شاء الله بالذهب واقبال الناس. على اي نوع من الذهب؟ والله الاغلبيه خليجي الصراحه، الذهب الخليجي هسه مطلوب ومرغوب كلش، ازيد من العراقي لان فصالات متعدده وموديلاته فشغلات البيع كلش حلوه الحمد لله. والله اسعار مستقره، يعني مع نزول الدولار شويه استقرت الاسعار. شو وقت الصناعة العراقية والصياغة العراقية تصل إلى مستوى الخليج؟ والله قلبي احنا نطمح شو، يعني إذا تيجي مثلا مكاين ما مكاين تتطور الصناعة العراقية، وأهم شيء عندنا نسبة الذهب يصير مستوى نسبة الخليجي، يعني بعيار الذهب إنه 21 كنسبة 875، يعني إيه نعم. يعني مستقر الفترة؟ هو إقبال الخليجي أكثر، لان فصالات وكموديلات واشكال وشويه احدث بصراحه. بالاسعار السعر شو له علاقه بالدولار؟ مو انت عالميا هسه مثل تجي تقسم الاونسه عالميه لازم نقسمها على سعر الدولار، على سعر الدولار المحلي اللي عندنا. اي نعم. ولهذا اذا نزل الدولار ينزل الذهب. يعني مثلا خلينا نقول اذا صار 31 او 32 ممكن ينزل الذهب؟ اي طبعا اذا نزل على 31 ينزل بعد كل غرام تقريبا مال 5000 دينار. الحمد لله من استق سعر الدولار، يعني نزل سعر الدولار هسه اسعار الذهب 83 نبيع 82 نشتري. يعني سعر الاغرام المثقال 420 تقريبا يطلع. 83 في 415 نبيع. نبيع احنا المثقال و410 نشتري. اشترون؟ نعم. زين. تعتقد شو وقت يستقر اسعار الذهب؟ والله ما تستقر اسعار الذهب، يعني احنا اسعار الذهب ما بس تعتمد على الوضع الداخلي، وضع الخارج، لان كل ما اكو مشاكل دول العالم امريكا اوروبا الصين هذه اسعار الذهب تكون مذبذبه. يعني تمشون على الاونصه العالميه؟ على الاونصه العالميه زائدا على سعر الدولار الداخلي اللي بالموصل.